بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أنا لدي هنا طيور الزرزور. هذه الطيور حقيقة يعني محيرة للعلماء. أنا أعرض اليوم من موقع ناشيونال جيوغرافيك. انتبهوا أيها الأحبة، هذا هو موقع ناشيونال جيوغرافيك. انظروا إلى هذه الطيور. أنا لدي هنا آلاف الطيور، آلاف من الطيور. انظروا، تبدو مثل الجراد، تتداخل في بعضها وتحلق قريبة من بعضها وتشكل أشكال رائعة. كيف تنسق فيما بينها؟ أنا هذا السؤال الذي يحيرني بالفعل، ويحير كل من يرى هذا المشهد. أحبتي في الله، كيف يمكن لهذه الآلاف بل عشرات الآلاف من الطيور أن تتحكم وهي تطير بهذه السرعة الهائلة، بحيث أنك لا تجد مثلا حوادث تصادم؟ مع العلم أننا نرى في الاستعراضات بعض العروض التي يعني تحلق فيها الطائرات، أربع أو خمس طائرات ونجد حوادث تصادم. طيب كيف أن عشرات الآلاف من الطيور تطير وتشكل هذه الأشكال الرائعة؟ انظروا أيها الأحبة، هنا الكثافة أعلى، هنا الكثافة أخفض، تشكل أشكال عجيبة جدا ولا تصطدم ببعضها. لابد أن يكون هناك توجيه لها من خارج دماغ هذه الطيور، أدمغة هذه الطيور، لأن دماغ الطائر لا يستطيع أن يتحكم بهذا الشكل. أيها الأحبة، أنت إذا كان لديك 10,000 طائرة مثلا، يعني سرب من 10,000، وهذا مستحيل طبعا، ولكن لنفرض أن لدينا هذه الطائرات التي يعني تطير من دون طيار الصغيرة، لنفرض أننا وضعنا 10,000 طائرة، مهما كانت قوة البرامج الذاتية فيها، هذه الطائرات لن تستطيع التنسيق فيما بينها. يجب أن يكون هناك شيء خارجي، غرفة تحكم وقيادة لتوجيه هذه الطائرات أو هذه الطيور. طبعا أيها الأحبة، انظروا هنا، أنا الذي لفت انتباهي هنا، انظروا أحبتي في الله، هذا صقر يأتي يحاول الاصطياد. هذا الصقر هنا أيها الأحبة، هذا هو هنا يحاول أن يقتحم، على الرغم من أنه أحيانا يدخل ضمن هذه الآلاف من الطيور ولكن لا يخرج بشيء. تصوروا أيها الأحبة، يعني أنتم تظنون أو المشاهد الكريم يظن أن هذه تطير عشوائيا. طب هذا الصقر يحاول أن يدخل فلا يستطيع اصطياد شيء، إلا إذا عزل أحد الطيور وجعله لوحده ينقض عليه، أما هنا يرتبك ولا يستطيع فعل شيء. طيب كيف تنجو هذه الطيور من هذا الصقر الجارح؟ أنا فعلا شيء يحيرني أيها الأحبة. وهنا أيضا انظروا إلى هذا الصقر، أيضا يخترق، انظروا اخترق ويخرج ليس معه شيء. هنا الصورة تتكرر طبعا، يخترق ويعني ذهابا وإيابا ولا يخرج بأي شيء أيها الأحبة. يعني سبحان الله، هذا يدلك على مدى الدقة في طيران هذه الطيور، أن هناك من يمسكها، من يتحكم بها. أنا هذا الذي أريد أن أصل به معكم، أريد أن أصل معكم إلى قول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير صافات ويقبضن. سنرى الصورة حيث هذه الطيور تفرد أجنحتها ثم تقبضها، تصف أجنحتها هكذا ثم تقبضها، وهكذا يعني الآلية، هذه آلية في الطيران، وهذه الآلية لم يتم اكتشافها إلا حديثا بالتصوير البطيء.
استخدم العلماء التصوير البطيء أحبتي في الله. طب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التكنولوجيا المتطورة للطيران طريقة القبض وفرد أو صف الأجنحة؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. من الذي يحفظ هذه الطيور من شر هذا الصقر؟ الرحمن الذي أعطاها هذه القدرات الهائلة على التحكم والتنسيق فيما بينها. الحقيقة هذا الأمر محير للعلماء أحبتي في الله، لأن دماغ الطائر الصغير، دماغه الصغير، لا يستطيع أن يقوم بكل هذا التنسيق. وهنا أحبتي في الله انظروا كيف أن هذا الطائر هنا يقبض أجنحته هنا ثم يفردها هكذا حتى يصل إلى القمة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن قبض. انظروا، وهذه الطريقة تساعد الطيور في الطيران، يصبح مثل الطلقة، مثل الرصاصة. عندما يقبض أجنحته هكذا ينطلق بأقصى سرعة لمسافة معينة، ثم يفتح أجنحته ويعطي دفعة هكذا للوراء، فتعطيه دفعة ربما مئات الأمتار يحلق بها ثم يقبض. هذه آلية عجيبة للطيران أيها الأحبة. العلماء حاولوا تفسير ذلك ولم يستطيعوا، فقالوا إن الطبيعة هي التي تقوم بهذا العمل، هي التي تنسق، هي التي خلقت، هي التي جعلت هذه الطيور تأخذ هذا الشكل، تأخذ هذه الأشكال الرائعة. مع العلم أننا في الطبيعة لا نجد مثلا طيور الصقر تشكل هذه الأسراب، أو النسور، أو بقية أنواع الطيور. هذه ظاهرة خاصة بهذا الطائر أيها الأحبة، المسمى الزرزور، وهي آية من آيات الله تشهد بصدق كلام الله عز وجل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا الإله العظيم بصير بهذه الطيور وبحركاتها، ويعطيها يهديها في طريقها. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك أيها الأحبة، هذه الطيور، يعني أنا لكي لا أطيل عليكم سأختم بآية عظيمة الله تعالى يقول فيها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل مخلوق سيحشر أمام الله يوم القيامة. لا يوجد عبث في الكون، لا يوجد أحبتي كما يدعي الملحدون عشوائية في الكون، كل شيء محسوب. لذلك أيها الإنسان، أعمالك محسوبة، حياتك محسوبة، حركاتك محسوبة، حتى تفكيرك محسوب، وكله ستجده في كتاب يوم القيامة. هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك والله أيها الأحبة، يعني أمام هذا المشهد أنا أحب دائما أن أتذكر معكم هذه الآية العظيمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.